أسدل الستار على قصة الطفل ريان بعد أن حبس أنفاس العالم لخمسة أيام في محاولة لإخراجه، وكانت الجهود جبارة لعناصر الوقاية المدنية المغربية وفرق الإنقاذ الذين أثبتوا بالفعل جدارتهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. خلال هاي الأيام تابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت تدعو إلى الطفل ريان وإخراجه بسلام. أيضا بالجانب الآخر كان هنالك مقارنات ويعني تندر على وانتقادات حتى على الدفاع المدني العراقي، يعني هاي المقارنات المجحفة بأنه لو حدثت هذه الحالة أو حالة مشابهة في العراق لحدث كذا وكذا. وهنا يعني الشيء بالشيء يذكر، هذه الحادثة يعني هنالك تشابه رهيب وكبير وحتى في أدق التفاصيل، وتحديدا يعني قبل أسابيع من الآن كان هنالك نفس هذه الحادثة في كركوك. هذه الحادثة الحقيقة أيضا التشابه يعني غريب بأن الطفل أيضا كان اسمه ريان. هذا الطفل أيضا سقط في بئر، وكان عمق هذا البئر أيضا قريب إلى 30 إلى 35 متر. الحادثة صارت في شهر ديسمبر الماضي 2021 تحديدا في 31 من الشهر، يعني ليلة رأس السنة. وأيضا كانوا أبطال الدفاع المدني العراقي قد حفروا بشكل جانبي ومدوا أنبوب أكسجين للطفل، لكن ربما يعني الإعلام ما سلط الضوء بالقدر الكافي. في برنامج لوكيشن احنا دائما ما ننتقد المؤسسات والدوائر الحكومية ونوجه نقد يعني هادف إلى أي أخطاء أو ممارسات لأي وزارة أو أي مؤسسة أو منتسبين، ومنها وزارة الداخلية اللي احنا دائما يعني ننتقد في حال وجود أخطاء. لكن حتى نكون منصفين ومهنيين أيضا لازم نتحدث عن الجانب الإيجابي في حال أي وجود أي جانب إيجابي وأي إنجاز إيجابي يسجل للوزارة، وتحديدا يعني رجال الدفاع المدني أيضا كان معهم يعني من أبطال اللواء 16 حشد شعبي بأن تم إنقاذ هذا الطفل واللي أيضا اسمه ريان في من كركوك من ناحية تازة تحديدا خلال 4 ساعات فقط. هذه ال4 ساعات استمرت من ساعات متأخرة من الليل حتى ساعات الفجر الأولى، وكان يعني الطفل خرج بصحة وسلامة. فلذلك حبينا نربط وبلكي يعني نقلل من السلبية اللي موجودة عندنا في مواقع التواصل، وانتقاص من قواتنا الأمنية أو حتى من رجال الدفاع المدني. فهذه تحية إلى رجال الدفاع المدني، يمكن بعد مرور أكثر من شهر على الحادثة اللي أنقذوا بها الطفل ريان ابن كركوك، لكن تحية إلى يعني مديرها، ممثلة بمديرها اللواء بوهان، أيضا كان يعني دائما متواجد في مثل هذه الحالات اللواء كاظم بوهان، وأيضا بإشراف من السيد وزير الداخلية. ننتقد عندما يتطلب الموضوع نقدا، وربما ننشر الإيجابيات ونشيد بها عندما يتطلب الأمر. هذا فقط للتذكير، سنشاهد هذه اللقطات من عملية إنقاذ الطفل العراقي في كركوك ريان، خلونا نشوف. باشا يا سيد